السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں المدینۃ المنورہ، مسجد نبوی. وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے گنبد خضرا، مسجد نبوی. اس کے ساتھ ہے جنت البقیع. وہ دیکھ کتنا پیارا، لمبی پیارا منظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب مل کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. دیکھیں گنبد خضرا اور یہ جنت البقیع کے پاس باب ہے، باب 365. عید کے دوسرے دن کا منظر آپ کو لائیو دکھایا جا رہا ہے. وقت نماز ظہر آپ سب دیکھ سکتے ہیں. وہ سامنے آب زمزم مدینہ منورہ اب ہم دوسرے دروازے کی طرف جا رہے ہیں. یہ دیکھیں گنبد خضرا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد لا تکونن من القوم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب و مولانا محمد و بارک وسلم. ہم جائیں گے دوسرے گیٹ سے، یہاں سے اندر کا پورا آپ کو منظر، دوسرے پورا آپ کو مدینہ المنورہ، روضہ رسول، مسجد نبوی کی وزٹ کروائیں گے انشاءاللہ. جب ہم کو یہ، ہم جا رہے ہیں سیدھا دوسرے باب کی طرف. دروازہ، دوسرا دروازہ ہے 367. یہ دیکھیں دوسرے گیٹ سے ہم اندر آ چکے ہیں. دیکھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس باب السلام سے آتے اندر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے اور واپس یہاں سے باہر آتے ہیں. سلام کے بعد، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے بعد یہاں سے باہر آل تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم باب جا رہے ہیں، پہلے باب اول پہ جا رہے ہیں.
यहाँ से बंद किया हुआ है, बाहर से घूम के जाना पड़ेगा। देखें कितना प्यारा मंजर, और वक्त नमाज जोहर, ईद का दूसरा दिन है आज, सब मिलके पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आल मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम वाला आल इब्राहिम इन्नक हमीद اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك خبير مجيد ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الله سيرين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين صلى الله على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ये हम आ गए हैं यहाँ से सब बाब 305 से। यहाँ पर म्यूज़ियम है सामने, मदीना म्यूज़ियम है। यहाँ से अंदर सब जाते हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी के लिए। अभी नमाज वक्त ज़ोहर है, अभी बंद है। ये देखें यहाँ से पूरा गुंबद खज़रा, और ये ऊपर बनी हुई है धूप के लिए छतरी नमा साय के लिए बनाए हुए हैं। माशाअल्लाह सुभानअल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीद मजीद اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یہ تال مدینة المنورة روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ کی اللہ حافظ، خوش رہیں۔